بسم الله الرحمن الرحيم. طلابنا، محاضرتنا لهذا اليوم راح تتضمن استعراض كيفية تصميم النوع الآخر من أنواع الجير، اللي هو يعني النوع الثالث بالحقيقة، اللي نسميه بالبيفل جير. البيفل جير طبعا احنا بالنسبة لنا استعرضنا نوعين بالحقيقة الدروس الماضية، واحد من عندهم الاسبور جير والآخر من عندهم اللي هو الهيليكال جير، وعرفنا مميزات كل واحد من عندهم، مدة ادفانتج مال كل واحد من عندهم، وشنو مبررات انه نصنع هيليكال جير رادر ذان فور جير. ايضا اليوم راح يكون عندنا وقفة امام نوع اخر من انواع الجيرز، اللي هو يعني يستخدم بالتطبيقات الصناعية بشكل كلش كبير، اللي هو البيبل جير. مبررات احتياجنا الى البيبل جير هو كل ما تشوفون امامكم بالفيجر هذا، لما نحتاج نعكس الحركه بزاويه تقريبا 90 درجه. يعني اذا تباوع، هذه عباره عن البيبل جير بالحقيقه، تروس المخروطيه، وهذه التروس المخروطيه اذا تباوع المحاور مالتها عباره عن كروس سنترز، المحاور مالتها تكون محاور متقاطعه. في اغلب الاحيان تكون الزاويه ما بين المحاور بحدود 90 درجه. إذا لما تحتاج إلى أنه تعكس الحركة في 90 درجة، تحتاج إلى مثل هيك نوع من أنواع الجير. واحد من أشهر التطبيقات اللي ممكن أن تلاحظون به هذه الحالة هو الأكسل مال السيارة. الأكسل اللي يحول لك الحركة، طبعا احنا عندنا الحركة تبتدي من المحرك مال الأوتوموتيف كار، تنقل عن طريق الكلتش إلى الجير بوكس، من الجير بوكس إلى الأكسل. زين، الاكسل يحاول ان يوزع الحركه او يعكس الحركه ب 90 درجه الى الاطارات او العجلات الخلفيه اللي راح تدفع السياره. فالاكسل يحتوي لنا على شنو؟ على جيرز من النوع هذا. طبعا هذه الجيرز ايضا تصنع على شكل مجاميع، يعني اكو ترس صغير واكو ترس كبير، واحد من عندهم راح نسميه البينيون كالعاده، والاخر راح نسميه بالجير. اذا مبررات وجود مثل هكذا نوع من انواع الجيرز هو انه لما نريد نعكس الحركه نحتاج الى مثل هيك نوع من انواع الجير. بعد هالمقدمه هذه خلينا نشوف شنو البيبل جير. البيبل جير بالحقيقه ار كت اون اكونيكال بلانك. البلانك اللي نقصد بها هي الخامه اللي راح نصنع من عندها البيبل جير. مثل ما تعرفون احنا من يعني نصنع البيبل جير بالورشه نحتاج الى خامه معدنيه، هاي الخامه المعدنيه نفتح عليها اثنان مثل ما تشوفون هنا بالصوره، هذه التيث مال البيبل جير. هذه الخامه اكونيكال بلانك تو بي يوز. اذا الهدف من البيبل جير هو تو ترانسميت موشن بتوين انترسكتنج شافت، محاور متقاطعه، يعني نقل الحركه ما بين محاور متقاطعه. لاحظوا هذا المحور مال الجير نمبر 1، بيبل جير نمبر 1 كان يكون عندنا البنيون او الجير. زين، و راح يتقاطع مع المحور الثاني، الجير الثاني. اوكي، فنحتاج مثل هيك نوع من انواع الجير اللي هو عباره عن البيبل جير. ابسط انواع البيبل جير هي عباره عن الستريت توث بيبل جير. ستريت توث بيبل جير شنو معنى ستريت توث بيبل جير؟ لاحظوا هذا التيث مال الجير، كل توث بالحقيقه راح نفتحه بالمعدن parallel to the axis of the bevel gear. لما تكون عندنا الاسنان parallel to the axis of the bevel gear راح نسميه بالستريت بيبل جير. طبعا هل يوجد نوعيات اخرى من هذا الجير غير الستريت؟ طبعا موجود عندنا spiral bevel gear اللي هو شكله جدا معقد وتكلفته جدا عاليه. زين، لكن نحتاجه في تطبيقات الاحمال العاليه. زين، فلذلك هنا راح يكون عندنا يعني محور دراستنا راح يكون على الستريت بيبل جير، نستثني ذاك النوع، راح يكون عندنا الستريت بيبل جير. زين، الستريت بيبل جير هو البيبل جير اللي تكون عندنا الاسنان ب يعني parallel to the cone axis. parallel to the cone axis هذه الاسنان اللي تشوفوها تكون parallel to the cone axis. بضبطنا في شغلات السبور جير.
البيبل جير بالحقيقة أو السفريت بيبل جير يستخدم بالسرعات الواطئة اللي هي تقريبا من 1000 فوت بير مينت وأقل، من 1000 فوت بير مينت وأقل. والسبب هو مثل ما درسنا بالنسبة للسبور جير، أنه واحد من الديس أدفانتجز مالته أنه بالسرعات العالية تكون عندنا شنو؟ يكون عندنا نويز أوبريشن، يعني يحدث عندك ضوضاء نتيجة للإمباكت اللي يصير عندك ما بين الأسنان. هنا نفس الحالة، إذا هنا راح نستخدمه فور لو سبيد أبليكيشن وذ بيتش لاين فيلوسيتي أب تو 1000 فوت بير مينت، يعني السرعة لازم تكون عندك أقل من هذا الحد. Where smoothness and quietness are not significant consideration. ممكن استخدامه بهالرينج هذا من السرعة. زين. حتى نحسن من أداء هذا الجير زين، نحتاج أن يكون عندنا الفينيشنج مال الأسنان، مال التيث، مال السيرفس مال التيث، الفينيشنج مالته يكون كلش عالي. فبهالحالة احتمال نستخدمه فور هاير سبيد، فور هاير سبيد. طبعا احنا لما نقول الفينيشنج مال الأسنان يكون كلش عالي، نحتاج إلى مكان متخصص، نحتاج إلى مجهود كلش كبير، يعني باختصار نحتاج إلى كلفة أكبر لتصنيع هذا النوع من أنواع الجير. الجيومتري بالحقيقة، شوف هنا بالنسبة للجيومتري مال بيبل جير، السايز اند شيب اوف ذا تيث از ديفايند ات ذا لارج اند اوف ذا باك كون. هذا نخليها على بالنا، the size and shape of the teeth is defined at the large end on the back cone. هذه واحدة من المصطلحات الجديدة اللي تسمعون بها مختص بها فقط البيبل جير. طبعا البيبل جير وخصوصا الستريت بيبل جير is similar to the four gear teeth. زين، عندنا standard straight bevel gear are cut by using 20 degree pressure angle. هذا اذا نخليها على بالنا. And full depth teeth which increases the contact ratio and the strength of the pinion. باعوا هنا الباك كون، شو مقصد به؟ تشوفون هذا هو عبارة عن set of bevel gear، هذا هو عبارة عن set of bevel gear. هذا عندنا البينيون اللي هو الترس الصغير، وهذا هو عندنا الجير. لاحظوا هذا التانجنت هنا تسوي لنا كون، هذا الكون بالحقيقة نسميه بالباك كون، المخروط الخلفي. تلاحظون شلون؟ كل جير اكو به مخروط خلفي، لاحظ هذا الباك كون مال الجير، هذا هو عبارة عن باك كون مال الجير. هذه الزاوية اللي تشوفوها اللي يسموها الجير باك كون، الجير باك كون، يعني هذا هو عبارة عن الجير باك كون. شوفوا هذا المخروط كان يتشكل عندنا، هذا هو عبارة عن الجير باك كون اللي شفتوه. الجيومتري لاحظوا هذه المسافة راح نسميها بالكون لينث، هذا هو عبارة عن الفيس ويت، هذا عبارة عن الفيس ويت. لاحظوا هنا هذا السنتر مال التيث مال البينيون، زين، ويا المحور مال البينيون نفسه يولد لنا زاويه نسميها بالبيتش انجل، نسميها بالبيتش انجل. اوكي، كذلك الحال هذا المحور مال الجير ويا هذا السنتر لاين مال التيث شو ينطينا؟ ينطينا البيتش انجل مال الجير. لاحظوا الفا بي زائدا الفا جي، يعني المجموع مال pitch angles هذه الاثنين يصير عندنا 90 درجة. يعني احنا هنا اذا ننقل الحركة ما بين محورين متعامدين، يعني اكو عندنا تو شيفت المحاور مالتهم مش بيها تكون عندنا متعامدة. لاحظوا هاي الزاوية الكلية ايش قد؟ 90 درجة. اذا قدرنا نحسب الفا بي فراح تكون الالفا جير بالحقيقة هي 90 ناقصا الفا بي، 90 ناقصا الفا بي. Diametral pitch refer to the back cone of the gear. لاحظوا هنا الديامترال pitch بنقيسه. عفوا pitch diameter هنا اللي هو عبارة عن الدي اوف جير، والديامترال pitch refer to the back cone of gear. احنا كل الجيومتري مثل ما قلنا نقيسه ونحسبه على اساس شنو؟ على اساس الباك كون. فالريليشن شيبس بالحقيقه هذه اللي شفناها احنا بالسبور جير وبالهيليكال جير راح تبقى صحيحه. راح يكون عندنا الدي اوف بينيون هو عباره عن النمبر اوف تيث اوف بينيون على الدايمتر البيتش.
وال شو نقول البيست سيركل دايمتر مال الجير زين اذا قلت لي نمبر اوف تيث اوف ذا جير على الدايمتر البيتش على الدايمتر البيتش مثل ما تعرفون الدايمتر البيتش الوحدات مالته هو انج اوف ناقص واحد نفس اللي شفناه بال بالفور جير وبالهليكال جير. لاحظوا هذه البيتش انجل تان الفا بي تساوي لي تساوي للام بي الى ان جي اللي هو عباره عن النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال الجير. النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال جير هي عباره عن السبيد ريشيو. اذا تان الفا بي هي عباره عن السبيد ريشيو بالضبط الريدكشن ريشيو السبيد ريشيو الار اس اللي احنا نسميه زين هو النمبر اوف بينيون نمبر اوف تيث اوف بينيون الى النمبر اوف تيث مال الجير. اما تان الفا جي راح يكون عندنا هو عباره عن النمبر اوف تيث على الجير على النمبر اوف تيث على البينيون زين. وعاده اذا وجدنا الالفا بي اذا وجدنا ايش قد قيمه الالفا بي اللي هي عباره عن الار اس مثل ما راح نشوف بالامثله اللي راح نستعرضها بعد قليل اوكي راح نقدر نوجد الالفا جي انه هي عباره عن 90 ناقص عن الالفا بي. لاحظوا ان الزاويه كلها 90 درجه. اذا عرفنا الالفا بي راح تنعرف الالفا جي. هذا الار اس اللي هو عباره عن شنو؟ عباره عن الريدكشن ريشيو او السبيد ريشيو. لاحظ السبيد ريشيو هو السبيد مال جير الى السبيد مال بينيون واللي يساوي ان النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال جير. هذا النمبر تي النمبر اوف تيث مال بينيون الى النمبر اوف تيث مال الجير مثل ما شفناه هو عباره عن تان الفا بي تان الفا بي واللي هو المعكوس مالته راح يكون كوتانجنت الفا جي. لاحظوا هنا تان الفا جي يكون تو ان جي يعني النمبر اوف تيث بالجير على النمبر اوف تيث بالبينيون اللي هو معكوس هذا اوكي معكوس هذا. لذلك هنا راح يكون عندنا هذا العلاقات ايضا صحيحه. شوف هنا الدي هو عباره عن البيتش دايمتر الكابيتال بي هنا هو عباره عن الدايمتر البيتش والان هو عباره عن النمبر اوف تيث الالفا هو عباره عن البيتش انجل البيتش انجل الاوميجا هي عباره عن الانجلر سبيد والار اس هو عباره عن السبيد ريشيو السبيد ريشيو. هنا عندنا الفيس ويت بالنسبه للبيبل جير ممكن ان نختاره بهالطريقه هذه البي مي بي ال اوفر 3 اور البي از ايكوال تو 10 على الدايمتر البيتش ايهما اصغر وات ايفر از سمولر وات ايفر از سمولر من الريد الفيس ويت لازم يكون عندنا ال ونقسمه على 3 وبعدين نروح نحسب 10 على الدايمتر البيتش ونشوف منو اصغر هو راح يكون عباره عن الفيس ويت وات ايفر از سمولر. The uniform clearance ايضا راح نشوف ايش قدها. طبعا هنا ال L هو هذا ال L اللي هو عباره عن الكون لينكث يسموه الكون لينكث هذا هو عباره عن ال L اللي هو عباره عن الكون لينكث. لاحظوا هذا الكليرنس ما بين الاثنين المتعاشقه هذا الكليرنس شلون نحسبه؟ اكو عندنا empirical equation empirical equation هذه الامبيريكال equation تكون موجوده عندك من تحتاجها راح يكون هي عبارة عن 0.188 على الدايمتر البيتش زائدا 0.002 2 بالالف من الانش اوكي. عندنا ال quantities L and C represent the pitch cone عفوا pitch cone length and the clearance هذا هو عبارة عن الكليرنس مثل ما شفناه بالفيجر اللي استعرضناه قبل قليل. هذه الجيومتريكال بروبرتيز مال البيفل جير. يعني اذا تلاحظون احنا بعد ما درسنا السبور جير ودرسنا الهيليكال جير تصبح النوعيات الاخرى في الحقيقه هي مماثله مع وجود بعض التحويرات اللي يفرضها علينا من هو الجيومتري. السبور جير كان عندنا يعني سلندريكال شيب كانت عندنا الاسنان بارلل تو ذا اكسنت اوف ذا جير. جينا بالهيليكال سوينا الاسنان مايلد زاويه مقدارها هيليكس انجل. هنا جينا بالبيفل جير صارت عندك السلندريكال صار عندك كون اوكي. فهذه كلها تفرض علينا شنو تغييرات في الجيومتري لكن العلاقات الاساسيه تبقى هي هي. زين هنا أنا ايضا راح نجي نعامل
نريد نطبق اللويس إكويجن اللي هي مثل ما ذكرنا بالنسبة للهيليكال جير إنه لويس استخدم عندنا سبور جير. زين هنا أنا راح نشوف أكو عندنا فيرتوال سبور جير اللي إلى فيرتوال نمبر أوف تي. أكو إلى فيرتوال نمبر أوف تي. يعني إذا قطعنا البيفل جير في الدبلين زين راح يظهر عندك سبور جير بشكل معين إلى نمبر أوف تيث يسموها الفيرتوال نمبر أوف تيث. الفيرتوال نمبر أوف تيث ممكن نحسبها بهالطريقة هذه. هذا الفيرتوال نمبر أوف تيث بالنسبة للبنين هي 2 في الآر أوف باكون. زين البي هاي الباكون زين مال البنين ملتبلايد باي دايمتر البيتش. هذا منه بالنسبة للبنين. بالنسبة للجير راح يكون 2 في آر بي جي. لاحظوا هذا الآر بي جي والآر بي. هذا هو عبارة عن الباكون راديوس. الباكون راديوس آر بي جي. وأكو مثله هنا راح يكون عندنا الباكون راديوس بالنسبة للبنين. بالنسبة للبنين. فالفيرتوال نمبر أوف تيث. الفيرتوال نمبر أوف تيث بالنسبة للبنين وبالنسبة للجير راح يكون عندنا هذه. أو it can be calculated as follows. اللي هو عبارة عن virtual number of teeth مال pinion هو عبارة عن number of teeth مال pinion. يعني أما توجد عن طريق الجيومتري هذا الار والدايمتر البيتش أو توجد عن طريق شنو number of teeth اللي هو مال pinion مقسم على كوساين الفا بي اللي هو عبارة عن البيتش انجل مال pinion. والنمبر of teeth أو virtual number of teeth بالنسبة للجير هو عبارة عن number of teeth of gear على الكوساين مال البيتش انجل بالنسبه للجير. اذا هذا او هذا وراح تشوفون احنا بالامثله مره نستخدم هذا مره نستخدم هذا الفورم حسب المعطيات اللي موجوده عندك بالسؤال او حسب المعطيات المتوفره عندك. بناني هنا عندنا الار بي هي بسرعه عامه الباك كور راديوس. فاذا خلينا وياها جي راح تكون الباك كور راديوس اوف ذا جير. واذا خلينا وياها بي راح تكون عباره عن الباك كور راديوس اوف ذا بينيون. والان هو عباره عن النمبر اوف تيث الاكتوال نمبر اوف تيث الاكتوال نمبر اوف تيث. هذه هي عباره عن يعني هذا راح يفيدنا لما راح ندرس السترينج مال شو اسمه مال الجير. يعني راح نشيك السترينج مال الجير اكوردنج تو ذا لويس اكويجن. هنا أنا مثل ما تعرفون راح تبقى هي لويس اكويجن مثل ما شفناها سابقا بالنسبه للسبور جير والهيليكال جير مع اجراء التحويرات اللازمه بالنسبه للتغير بالجيومتري اللي صار عندنا اللي هو عبارة عن البيفل جير. أوكي لأنه راح يصير عندك الفيرتوال نمبر هذا عند هذا الفيرتوال نمبر راح يختار قيمة الواي اللي هو الفور فاكتور. يعني الفور فاكتور مالتنا راح يكون عند هذا العدد من الأثنان. إذا نروح نشوف عدد يعني شنو القوة اللي تأثر لنا على البيفل جير نتيجة لعملية التعشيق نتيجة لعملية التعشيق مال يعني مال البينيون والجير. زين راح نلاحظ وجود 3 تايب اوف فورسز. لاحظ الأول اللي هو عبارة عن الأكسيال فورس. هذه الأكسيال فورس دائما تكون parallel to the axis of the gear. لاحظ هذه عبارة عن الأف اكسيال اللي هي دائما parallel to the axis of the gear of the bevel gear. وقعدنا اف راديال اللي هي عمودية على المحور مال الجير. وقعدنا الاف تانجنشال ده تشوفون هاي النقطة هذه عبارة عن الاف تانجنشال مما يدلل على انها عمودية على الشاشة اللي انتم تنظرون بها هسه حاليا. وكلها تأثر لنا بالبيتش بوينت. وهذه البيتش بوينت افتراضا راح نعتبرها واقعة في منتصف الفيس وتفادل في منتصف السن هنا. يعني هذا إذا كان الطول مالته بي فهنا بي أوفر 2. إيش قد تبعد لنا مسافة؟ لأنه مثل ما تعرفون عندنا الأف تانجيشن هذه هي عبارة عن درايفنج فورس. وهذه الدرايفنج فورس يعني هي اللي تولد لنا التورك هي اللي تفر لنا هذا الجير. معنى أنه تولد لنا التورك معناها هي اللي تدور لنا هذا الجير. اوكي
إذا قد قيمة التورك راح تكون قيمة التورك هي عبارة عن الـ F-tangential multiplied by الـ R-average. هذا الـ R-average. فراح نعرف شلون نحسب الـ R-average لازم. زين؟ راح نشوف شلون نحسب الـ R-average. إذا هذه هي عبارة عن القوى اللي موجودة هنا. يعني لو كان عندك شفت مثل هذا الشفت ورابطين عليه بالحقيقة بيفل جير من هالنوع هذا. زين؟ انت لازم تتوقع وجود الثري فورسز هذه الاف راديال والاف تانجنشال والاف اكسيال. وجود الاف اكسيال هذه يحتم عليك استخدام شنو؟ استخدام بالحقيقه بيرنج حتى تسند هذا الشفت. هذه البيرنج قادره على ان تمتص قيمه معينه من الاكسيال فورس او تمتصنا هذه الاكسيال فورس. تمتصنا هذه الاكسيال فورس. وان شاء الله راح تنزل لكم فيديو يوضح لكم مبدأ عمل بالحقيقة الأكسل مع السيارة اللي هو متكون لنا من بيفل جير. أرجو التدقيق بكل القطع اللي راح تنعرض أمامكم لأنه كلها أنت يعني مسؤول عنها. يعني شفت عرفت شلون تصممها من الصف الثالث. الجير هذه إحنا في صدد الحديث عنها. راح تشوف عندك البيرنج إن شاء الله المحاضرات المقبله راح نتعلم شلون راح نختار البيرنج او شلون راح نصمم البيرنج اذا كان عندنا هذا المتعلم البيرنج. فبالفيديو راح يعرض لك كل التفاصيل زين وبعدين يجمع لك اياها. فارجو انكم تنتبهوا حتى شويه تصير عندكم فكره عن هذا الموضوع. هذه القيم وهذه الفورسز مثل ما موجود عندكم هنا بالمخطط مال القوى. طبعا الاف تانجنشال هي المسؤوله عن الدرايفنج ولذلك هي عبارة عن التورك على الار افريج. التورك على الار افريج لأنه عرفنا أنه التورك اللي يتولد اللي هو إيه هذا هو عبارة عن الاف تانجنشال ملتبلايد باي الار افريج. لذلك الاف تانجنشال هي عبارة عن التورك على الار افريج. وهذا الار افريج انت لي افريج فيش راديوس اوف ذا جير اندر كونسيدريشن. يعني احنا عليه من نصمم اكيد راح نصمم على اساس البنيان اللي هو الاضعف. اوكي او نريد نشوف ايش قد مقدار التورك كل ما نقول الى الجير. زين فلازم نستخدم الار افريج يا اما مال البنيان يا اما مال الجير. يعني حسب الجير اندر كونسيدريشن احنا على منو بدنا نشتغل على منو بدنا نشتغل. اذا هذا الار افريج اوف بنيان اكو والار افريج اوف جير وراح نشوف شلون نحسبهم بعد قليل ان شاء الله. الريزلت فورس بالحقيقه هو المحصله اللي تأثر لنا على الفن. زين راح تكون هي عبارة عن F tangential secant phi. الفاي هي عبارة عن البريشر انجل. وعندنا هنا بالحقيقة الـ F axial والـ F radial يرتبطون بمن؟ بالـ F tangential. F tangential tan phi sin alpha و F tangential tan phi cosine alpha. cosine alpha. هذه تقدرون تشوفوها من خلال هذا الشسم المخطط مال القوى. لاحظ هذه عبارة عن F tangential tan phi وده تميل بزاوية مقدارها الفا فراح تتحلل لنا إلى كوساين الزاوية هذه اللي هي عبارة عن الاف راديال وإلى ساين الزاوية اللي راح تكون هي عبارة عن الاف اكسيال. يعني هاي الاف اكسيال من هنا نقدر نقول هي عبارة عن F tan phi ساين الفا. أما هذه اف راديال راح تكون هي عبارة عن F tangential tan فاي كوساين الفا. هذه عبارة عن القوى اللي راح تتولد عندنا نتيجة لعملية الكونتاكت. وهذا هو عبارة عن الابريفيشن اللي احنا استخدمناه هنا. عندنا هنا الراديال فورس، هنا الاكسيال فورس، هنا التانجنشال فورس. الفاي هو عبارة عن البريشر انجل والالفا هو عبارة عن البيتش انجل. البيتش انجل خلينا نشوف فد مثال بسيط يوضح لنا كيفية تطبيق المعلومات اللي هذه وكيفية الاستفادة من هالمعلومات اللي موجودة واللي استعرضناها قبل قليل قبل نروح إلى عملية التصميم مال بيبل جير. بعد نسيت في بيبل جير البريشر انجل مالته 20 دقري. النوع مالته هو ستريت بيبل جير تو بي يوز تو ترانسميت 20 هورس باور. يعني القدرة اللي راح ينقل لناها هذا السيت اوف جير اللي هو البنيون والجير حدود 20 هورس باور from a pinion operating at 500 RPM. طبعا من صارت عندنا القدرة وصار عندنا الـ RPM معناه التورك نعرف عندنا لأنه التورك في الأوميجا راح يطلع لنا شنو؟ راح يطلع لنا هو عبارة عن الباور. زين إذا عندنا operating at 500 RPM
to a gear mounted on a shaft that intersects the shaft at an angle 90 degree. يعني المحاور مال الجير متعامدة على بعضها البعض. الزاوية اللي بيناتها ايش قد تكون عندنا؟ تكون عندنا 90 degree. 90 degree هذه مال الانجل. يريد من عندنا ايش قد البيتش انجل and the average radii for the gear, the average radii. يعني the average radius of the gear والthe average radius of the pinion. For the gear. ايش قد مقدار الفورسز؟ ايش قد مقدار التورك؟ produced about the gear shaft. لاحظوا هذه هي عبارة عن الجير. تلاحظون هذا هو عبارة عن البنيان وهذا هو عبارة عن الجير. أوكي؟ هذا البنيان وهذا الجير. ولاحظوا هذا المحور مال البنيان وهذا المحور مال الجير. الزاوية بيناتهم إيش قد تكون عندنا؟ الزاوية تكون عندنا 90 درجة. تكون عندنا الزاوية 90 درجة. شوف هذا السرعة مالته 500 RPM. هذا السرعة مالته إيش قد؟ 200 RPM. يعني شنو معناته؟ معناه أنا عندي الريدكشن ريشو موجود عندي الريدكشن ريشو موجود عندي السبيد ريشو اللي هو عبارة عن الان جير إلى الان بينيون اللي هو 200 إلى 500. لاحظ الجير سبيد هو عبارة عن 200 RPM البينيون سبيد يكون عندنا 500 RPM. إذا الار اس مالتي هو عبارة عن 1 إلى 2.5 اللي هو عبارة عن الدي اوف بينيون إلى الدي اوف جير. هذا هو تعريف الريدكشن ريشو. لذلك هنا الدي اوف جير بالحقيقة راح يساوي لنا قد؟ راح يساوي لنا 2.5 في الدي اوف بينيون. 2.5 في الدي اوف بينيون. إذا تلاحظ من الرسم انه الدي اوف بينيون هو 10 انش. معناه الدي اوف جير قد يساوي لنا 2.5 في 10 يعني 25 انش. 25 انش. أما بالنسبة لـ الألفا بي اللي هو البيتش انجل مال البينيون في تان انفرس الار اس اللي هو عباره عن 1 الى 2.5 اوكي واللي يساوي لنا بحدود 21.8. لاحظ هذا هو عباره عن البيتش انجل مالت من مال البينيون. اذا الجير بما انه عندنا المحاور متعامده يعني الزاويه ما بين المحاور ايش قد تكون عندنا 90 درجه. اذا الالفا جير بعد ما عرفنا الالفا بينيون نقدر نطلعها بهالطريقه هاي 90 ناقصا الالفا بينيون. اذا 90 ناقصا 21.8 يساوي لنا 68.2. إذا هذه هي عبارة عن البيتش انجل بالنسبة للجير وبالنسبة للبينيون. لاحظ هذا الار افريج. هذا الار افريج هو عبارة عن الار اوف جير ناقصا شنو؟ ناقصا البي اوفر 2 ساين الفا جي. ساين الفا جي هذا بالنسبة للجير. وبالنسبة للبينيون راح يكون هو عبارة عن الار بينيون البي اوفر 2 ساين شنو؟ ساين الفا بي. وهذا تقدر تعرفها من خلال الجيومتري هذا. لاحظ هنا احنا مو قلنا هنا هذه القوى راح تاثر عندنا الاف تانجنشال والاف راديال والاف اكسيال في نقطه يسموها البيتش بوينت اللي تقع في منتصف المسافه. هذه المسافه هي عباره عن بي الفيس ويدث هنا. اوكي فتقدر تسوي الجيومتري مالتك وتعرف انه ايش قد عندك المسافه اللي هي هذه عباره عن الار افريج. عباره عن الار افريج. لاحظوا هذا هو عباره عن البي. احنا ناخذ من عند البي اوفر 2 اوكي ويصير عندك المثلث قائم الزاويه وهاي الزاويه اللي هي الفا بي اذا تدرس على البينيون او الالفا جي لما تدرس على الجير. فلذلك هنا أنا بيكون عندنا الار عباره عن الار جير بالار افرج بالنسبه للجير راح يكون هو عباره عن الار جير ناقصا البي اوفر 2 ساين شنو؟ ساين الفا جير. اوكي راح يعطيك والار بي average راح يكون هو عبارة عن RP ناقصا يعني ال radius of the pinion. ال radius of the pinion اللي هو شنو ال radius of the pinion اللي هو عبارة عن الدايمتر مال البينيون لتلاحظ شلون مقسم على 2 وال R of gear هو عبارة عن الدايمتر مال الجير مقسوم على 2. الدايمتر مال الجير مين حصلناه؟ حصلناه من الريدكشن ريشو هنا اللي قلنا عليه هو عبارة عن 2.5 في الدايمتر مال البينيون اللي هو طلع لنا 25 انش. 25 انش على 2 يطلع لك 12.5 تقريبا. هذا هو ال 12.5 اللي هو عباره عن الافرج مال شو اسمه الار جير العفو زين اللي نستخدمه هو الار افرج ناقصا البي اوفر 2 عندنا البي هو 2 انش على 2 يطلع لنا 1 تايم كذا هاي الزاويه الفا جي الفا جير. اوكي تطلع لنا ايه هالقد. اما ايش قد المقدار ال تانجنشال فورس بالحقيقه
هي في الفرع بي ايش طالب من عندك؟ الفرع بي بفورس فاوند جيرد، فتحتاج اول شيء عندك التانجنشال فورس. قد مقدار التانجنشال فورس؟ هذا مقدار التانجنشال فورس. ان الهورس باور هو عباره عن اف تانجنشال ملتبلايد باي بي على 33000، فلذلك الاف تانجنشال هو 33000 في الهورس باور مقسوم على شنو؟ مقسوم على البي. روح تجيب البي بالنسبه للبينيون، شوف هنا باي في الدي بينيون. طبعا التانجنشال فيلوسيتي للجير والبينيون بالتساويات المفروض تكون يعني، فباي في دي اوف بينيون افريج في ان بينيون على 12، هذا هو عباره عن البي، مو باي دي ان اوفر 12، حتى نحول الانج الى شنو؟ الى فوت، حتى نحول الانج الى فوت، هذا تحويل لا اكثر ولا اقل. فلذلك هو باي في الدي اوف بينيون افريج. لاحظ هنا عندنا الار افريج 4.6، نضربه في 2 حتى يطلع لك هذا الرقم 9.2، اوكي، مضروب في النمبر اوف ريفوليوشنز بالنسبه للبينيون اللي هي عباره عن 500 ار بي ام مقسوم على 12 حتى نحول الانج الى فوت، فراح يصير عندك 1204.2 فوت بير مينت. ايش قد مقدار الاف تانجنشال؟ هاي مقدار الاف تانجنشال 33000 في الهورس باور المنقوله عبر الجير 120 هورس باور على الفي اللي مقدارها ايش قد؟ 1204.2، اوكي، يطلع لنا بحدود 548 باوند. إذا عرفنا الاف تانجنشال راح يكون عندنا الاف اكتيل، لان انت اف تانجنشال كان باي مره يكون ساين الفا بي ومره يصير كوساين الفا بي، يعطينا الاكتيل والاف راديال حسب المخطط اللي شفناه قبل قليل. راح يعطينا واحد الاف اكتيل هو 74 باوند، وبالنسبه للاف راديال ده يكون عندنا 185 باوند. هذه هي عباره عن الفورس، تلاحظ هذه عباره عن الراديال فورس بالنسبه للبنيان. اذا كان اتجاه الراديال فورس بالبنيان هنا بهذا الاتجاه الى الاعلى، فعلى الجير راح تكون بالعكس وبنفس القيمه. اما الاف اكسيال اللي هي هذه اللي هي عباره عن 74 باوند، اذا كانت عندنا بهذا الاتجاه زين، فعلى الجير راح تكون بالاتجاه المعاكس وبنفس القيمه. والاف تانجنشال هي هاي النقطه اللي تشوفوها، لانه تكون عموديه على مستوى النظر مالتك حاليا، فتكون عندنا بحدود 548 باوند. قد مقدار التورك مثلا يعني بالنسبه للجير المنقول على الجير، راح يكون عندنا التورك يساوي ان الاف تانجنشال مضروب في الدي افريج مال الجير مقسوم على 2، يعني هذا الار جير افريج، الار جير افريج اللي هو عباره عن 548 اللي هو عباره عن الاف تانجنشال مضروب في 11.6 اللي هو عباره عن الار افريج اللي طلعناه قبل قليل، يطلع لك هذا المقدار. الان بعد ما تعرفنا عن الجيومتري والنوتيشن مال البيفل جير، راح نجي الى عمليه التصميم. مثل ما تعرفون ومثل ما ذكرنا بالتصميم مال النوعيات الاول والثاني اللي هو الفور جير والهليكال جير، انه الجيرز لازم تتحمل لنا، يعني لازم تكون لها مقاومه كافيه حتى تتحمل عبء القوى المؤثره عليها اللي شفنا القوى شنو هي؟ الاف تانجنشال والاف راديال والاف اكسيال، يطلع شلونها واحد. والشغله الثانيه انه لازم تشتغل بدون ما يصير بيها وير. يعني تشتغل بالحقيقه الى فد عمر افتراضي، عاده هذه المعدات لها عمر معين وتنتهي. لازم تشتغل عمرها كلها بدون ما يصير عندنا بها وير. ومثل ما ذكرنا سابقا ونريد ان ناكد هنا انه الوير ممكن ان يكون هو عباره عن بيتنج موجوده على السطح، تنقرات تصير عندنا على السطح مال الجير، او يصير عندنا عليه سكراش خدوش، او يصير يعني شيء من هالقبيل هذا، فهذا راح نسميه فيلير ديو تو وير. فلازم نشيك هالنقطتين هذه، لازم الجير يكون عندنا ناجح من ناحيه السترينج وناجح من ناحيه الوير، انه ما راح يصير عندك بي وير خلال طيله فتره عمله للعمر كله مالته. اوكي؟ فمثل ما تعرفون ومثل ما درسنا بالنسبه للفور جير والهليكال جير، نشيك البيندنج سترينج مال الجير
باستخدام شنو؟ باستخدام اللويس اكويجن، باستخدام اللويس اكويجن مع مراعاة التحويرات اللي راح تصير. لاحظوا هذه عبارة عن اللويس اكويجن، الماكسيموم اسبندنج اللي ممكن يتحملها الجير هي عبارة عن الالاوبل ستريس. مثل ما تعرفون الالاوبل ستريس له علاقة بالماتيريال تايب، شنو نوع الماتيريال اللي عندك. اذا سيجما نوت في الفيس ويدث اللي هو عبارة عن بي ملتبلايد باي واي اللي هو عبارة عن الفورم فاكتور. هذا الفورم فاكتور راح نختاره at the virtual number of teeth. طبعا احنا دائما التصوير راح يكون عندنا على اساس البنيان، زين راح يكون عندنا على اساس البنيان في اغلب الاحيان. فالواي بالحقيقه راح ناخذه at the virtual number of teeth of the pinion مقسوم على الكي اف. هذا الفاكتور اللي قيمته 1.5 اللي ياخذنا بنظر الاعتبار تاثير سترس كونستريشن اوف ذا فيلت. اوكي مضروب في الدايمتر اوف بيتش. هذه العلاقه مثل ما سمعتونا نحكي بالفور جير والهيليكال جير، نستخدمها لما نستخدم البريتش يونت، لانه هذا البي بالحقيقه كابيتال بي اللي هو عباره عن الدايمتر اوف بيتش لتكون الوحدات مالته هو انش اس ناقص واحد. إذا هنا خليت لكم يا داخل المستطيل الأحمر لي فاكتور y for a gear of n prime اللي هو عبارة عن virtual number of teeth. فأنت على أساس صمم على أساس البنين، على أساس الأضعف، على أساس الأصغر، راح يكون عندنا هنا number of teeth أو virtual number of teeth of the pinion. هذا هو عبارة عن الـf bending. أما الوير فراح تبقى معادلة Buckingham equation. هذه هي عبارة عن باكنغهام إكويجن بالنسبة للبيفل جير، تساوي لنا 0.75 في الدي أوف بينيون. هنا إحنا محددين لأنه التصميم مالنا يكون على أساس البينيون، السيركل دايمتر مال بينيون ملتبلايد باي بي الفيس ويدث ملتبلايد باي كي، وعرفنا شلون نختار الكي ملتبلايد باي كيو داش، مو كيو إنما كيو داش اللي هي الـ virtual number of teeth. راح نستخدم بها الـ virtual number of teeth مال gear والـ virtual number of teeth مال opinion. مثل راح نشوف إن شاء الله بالمسائل اللي راح نحلها على كوساين الفا اي اللي هو الـ pitch angle مالت من كوساين الـ pitch angle مال opinion مال opinion. إذن هنا DP هو عبارة عن diameter measured at the back of the tooth. مثل والفيرتوال توث الفيرتوال نمبر اوف تيث بالحقيقه والفيرتوال توث نمبر والبيتش انجل اللي هي عباره عن الالفا كلها عرفناها. الوير لود فاكتور اللي هو كي راح نختاره من الجدول. اذا فور ساتفاكتوري اوبريشن لازم تكون عندنا هذه المتراجعات صحيحه، انه الاف بي شوف هنا فور ساتفاكتوري اوبريشن of bevel gear set the usual requirement. شنو ال requirement for satisfactory operation؟ هو هذا لازم يكون ال F bending is greater than ال FD and FW is greater than ال FD. هذا اللي يخليني اضمن انه الجير او الماتيريال مال الجير راح يتحمل لي الماكسيمم bending force اللي راح تتولد، وما راح يسوي وماكسيمم وير لود اللي راح تتولد، بحيث ما يصير عندي فيتنج، ما يصير عندي سكراش، ما يصير عندي وير بالحقيقه، ما يصير عندي وير. هذه طبعا المعلومات احنا اخذناها سواء كان بالسبور جير او بالبيبل جير، وتبقى نفسها لكنه شنو مع اجراء التحويرات المطلوبه نتيجه للجيومتر الجديد اللي موجود عندنا. اذا نروح نشوف بعض المسائل اللي نطبق بها هذه المعلومات اللي اخذناها. فمثلا هنا عندنا pair of bevel gears if to transmit 15 horsepower at 500 rpm with a speed ratio of 0.5 إذا 20 pressure angle pinion has 8 inch عندك diameter مالته 8 inch back cone pitch diameter DP هو 8 انش، اوكي 2.5 انش فيس ويدث اند دايمتر البيتش اوف 7 تيث بير انش. هذا الدايمتر البيتش
الكليت دي اكسيال راديال فورس اكسيال اند راديال فورسز اكتنج اون ايتش جير اف ذا جير ار ميد اوف اس اي اي 1020 ستيل ووتر كوينست اند تيمبر لايك ا تايب اوف ماتيريال زين تريد من عندنا الاكسيال اند راديال فورسز اكتنج اون ذا ايتش جير if the gears are made of SAE 1020 steel water quench and temper will they be satisfactory from the bending point of view يعني اختيارنا لهالمعدن هذا صحيح لو مو صحيح شو راح نشيك هذا اذا كان صحيح او لا زين نقول employ شوف هنا من دي يقول will they be satisfactory from the bending point of view حتى اذا ما ذكر لك هاي الملاحظه انت لازم تروح تحل على اساس اللويس اكويجن زين بس هنا عندنا الكي اف احنا لازم ننطيك اياه قيمه الكي اف تساوي لنا 1.4 اذا انت عاد نشوف شلون راح نتعامل مع هذه المساله طبعا الار اف موجود عندك هنا السبيد ريشيو قيمه السبيد ريشيو اللي هي عباره عن 0.5 السبيد ريشيو نعم السبيد ريشيو هي عباره عن 0.5 اوكي واللي هي تساوي لنا الدي اوف بينيون الى الدي اوف جير لذلك الدي اوف جير از ايكوال تو دي اوف بينيون على السبيد ريشيو الدي اوف بينيون موجود عندك منطق يعني مثلا اللي هو 8 على 0.5 يتساوي لنا 16 انش اوكي هذا اذا صار عندي الدايمتر مال بينيون والدايمتر مال جير ايش بيهم معلومين عندي اوكي واحد 8 واحد الاخر راح يكون عندنا الضعف مالته اللي هو 16 بما انه الار اس معلومه اذا التان الفا بي اذا راح تكون عندنا معلومه لان الالفا بي زي كنت تان انفرس اوف ار اس تان انفرس اوف 0.5 لذلك هي 26.56 ايش قد مقدار الار افرج بقى هنا من طلعنا الالفا بي اكيد راح تطلع الالفا جير لانه الزاويه ما بين المحاور هي 90 درجه الزاويه ما بين المحاور بتكون عندنا 90 درجه 90 ناقص 26.56 راح يكون عندنا 63.44 ديجري هذا عبارة عن الألفا جير على أساسها راح نحسب شنو الار افريج بالنسبة للجير هو عبارة عن الار جير ناقص البي اوفر 2 هذا عبارة عن الفيس ويت على 2 زين في ساين الفا جي ساين البيتش انجل مالت من مال الجير اذا 8 ناقص 2 ونص على 2 في ساين 63.44 لأن هذا هو عبارة عن الألفا جي يسوي لنا 6.88 إنش هذا هو عبارة عن الآر أفرج هذا هو اللي نحسب على أساس التورك أوكي أما الآر بينيون أفرج راح يكون هو عبارة عن آر بينيون ناقص دي أوفر 2 ساين ألفا بي الألفا بي هذا المعلومة عندي اللي هي عبارة عن 26.56 فلذلك هي عبارة عن الآر أوف بينيون إحنا عندنا الدايمتر مالته هو 8 راح نقسم على 2 راح يصير عندنا اللي هو 4 اوكي ناقصا 2.5 على 2 فيس ويت على 2 ساين 26.56 وراح يطلع لنا حدود 3.44 انش ايش قد مقدار التانجنشال فورس؟ التانجنشال فورس هي عباره عن الهورس باور على البي بس هنا عندنا احنا كل واحد هورس باور يساوي لنا 33000 فوت باوند بير مينيت اوكي فنستخدم هاي 33 ولو المعادله العامه هي عندنا الهورس باور يساوي لنا او بالحقيقه البورت يساوي لنا الاف تانجنشال في الفي اوكي بس احنا الوحدات هنا انا بريتش يونت فمضطرين نستخدم هذه العلاقه ايش قد مقدار الفي هي باي في الدي بي افريج في الان اوف بينيون شغلنا كله على بينيون على 12 اذا باي في الدي اوف بينيون افريج لاحظ هذا الافرج مالته ثانيني مضروب في 500 مقسوم على 12 ايش قد راح يعطينا راح يعطينا بحدود شو اسمه 900.5 فوت بير مينيت وارجو التدقيق هنا بالنسبه للدي احتمال انه ماخذ الار اذا ار لازم هاي تنضرب في 2 نرجع ان شاء الله نشوف الحساب مالته هاي دائما فرادنا هذا الخارج
بس القصد انه هسه الاف تي راح نقدر نحصل عليه بهالطريقه هذه. من حصلنا الاف تي هنا راح نقدر نشوف ايش قد مقدار الاف اكسيال وايش قد مقدار الاف راديان من العلاقات اللي شفناها سابقا. إذن هذه بالنسبه لي المتطلبات الاولى. المتطلب الاخير هذا شويه مهم. Discuss the suitability of the chosen material. احنا اختارين الماتيريال اللي هو اف اي 1020 يمكن. مو 1020 1020 water constant temperature. بيقول شوف لي هذا الماتيريال يعني ينفع في تصنيع الجير لو لا. من وجهة نظر شنو؟ من وجهة نظر السترينث. من وجهة نظر السترينث. اذا احنا شلون راح نعرفه ينفع لو لا؟ من وجهة نظر السترينت المفروض يقاوم يعني الاف بيندنج اللي الماكس يتحمل لنا الاف بيند الماكسيمم اف بيندنج اللي راح تتولد. راح يتحمل لنا الماكسيمم اف بيندنج اللي راح تتولد. شلون نشيك هذه العمليه؟ نشيك هذه العمليه عن طريق الفورمولا مالتنا الكرايتيريا مالتنا انه الاف بيندنج ات ماست بي جريتر ذان اور ايكوال تو اف دايناميك. إذا تحققت هذه عندنا إذا تحققت هذه الكرايتيريا إذا الماتيريال مالتنا أوكي. الماتيريال اللي اختاريناه اختيارنا للماتيريال في تصنيع هذا النوع من أنواع الجير اللي دا يشتغل تحت هالظروف هذا هو اختيار صائب صحيح. أوكي فإذا عندنا الإف بيندنج ونقارنه ويا من؟ ويا الإف دي. إذا لازم نروح نحسبهم، هم نحسب الإف بيندنج وهم نحسب الإف دي. إذا نروح نحسب الإف بيندنج هذا هو عبارة عن الاف بيندنج من الويست اكويجن سيجما نوت في بي في واي على كي اف اوفر الدايمتر البيتش. هاي صارت المعادلة مالتنا الشهيرة. اوكي يبقى عندنا شنو الواي هذا؟ ات ماست بي ات بي فيرتشوال نمبر اوف تيث مال البينيون. الفيرتشوال نمبر اوف تيث مال البينيون اذا عندنا هذا الفيرتشوال نمبر اوف تيث مال البينيون هو 2 في الار بي اوف بينيون مضروب في الدايمتر البيتش مضروب في الدايمتر البيتش. هاي العلاقه اللي شفناها بمقدمه المحاضره. اوكي فلذلك هنا راح يكون عندنا الفيرتشوال نمبر اوف تيث مال بينيون هو 2 في ار يعني هذا 8 بالحقيقه 8 انش الدايمتر مالته في الار يصير عندنا 4 مضروب في الدايمتر البيتش اللي هو عباره عن 7 انش اس ناقص 1 راح يطلع لنا ايش قد 56 توس. هذا هو عند راح نشوف قيمه الواي. نروح للجدول فورم فاكتور راح نشوف انه الواي 56 توث. طبعا احنا ناخذه فور 50 تيث بالحقيقه. يعني تروح للجدول راح تلقي من 50 الى 60 يا اما تروح تسوي انتربوليشن وهذا الافضل. زين وانا بالنسبه لي هنا فور سمبلسيتي اخذت فور اخذت عند 50 توث يعني اخذت البينيون مالتي النمبر اوف تيث مالته 50. بالنسبه لك لازم تروح تسوي انتربوليشن حتى تطلع ايش قد النمبر اوف تيث فيرتشوال نمبر اوف تيث. فنقول انه الواي يساوي لنا 0.408. اوكي ايش قد قيمه السيجما نوت؟ السيجما نوت ايضا نروح على الماتيريال الجدول مال الماتيريال عند الاس اي 1020 60 يعني البوث جيرز اوف البوث جيرز البينيون اند جير مصنعيهم من الاس اي 1020 ووتر كوينت اند تيمبرد راح تشوف انه السيجما نوت تساوي 18 كي اس اي. اوكي لذلك هنا راح تجي تستخدم هذا بالاف بي حتى تطلع قيمه الاف بي تستخدم هاي المعلومات حتى تطلع من عندها الاف بي راح يطلع لك الاف بيندنج بالحقيقه 1873.46 باوند. اوكي هذا المفروض تروح تقارنه ويا من؟ ويا الاف دي. الاف دي حتى نختار المعادله مالتها يحتاج لنا انه نشوف ايش قد قيمه الفيلوسيتي. الفيلوسيتي احنا حسبناها سابقا لاحظ هنا حسبنا الفيلوسيتي 900 فوت بير مينت 900.58 فوت بير مينت. اذا يا معادله راح نروح اكيد هاي المعادله اللي تعطيني الفي اكبر من صفر واقل من 2000 فوت بير مينت هي موجوده ضمن الرينج هذا. فلذلك المعادله مالتنا مال اف دي هي هاي 600 زائد في هاي الفي بالفوت بير مينت مقسوم على 600 ملتبلايد باي الاف تي. اوكي فلذلك هنا الاف دي بالحقيقه راح تكون هي هذا المقدار مالتها 600 زائد 900.58 مقسومه على 600 مضروبه في الاف تانجنشال والاف تانجنشال عرفناها ايش قد قيمتها
549.63 راح يطلع لي هنا 1374.6. فأنا بهالحالة هذه أروح أشيك إيش قد قيمة الأف بيندينج 1873، إيش قد قيمة الأف بي هي 1374. إذا بما أنه الأف بيندينج هذه أكبر من الأف دي، إذا هنا عندي المعدن مالتين، إذا the chosen material is suitable from bending strength point of view. يعني شلون نقول الجنرال بروسيجر اللي تستخدمه هو هذا، الجنرال بروسيجر اللي تستخدمه هو هذا، اوكي، حتى تشيك انه المعدن مالتك اللي اختاريته هل هو معدن يوالم هذا التطبيق، لو ما يوالم هو هذا البروسيجر اللي راح تمشي به. ايضا هنا عندنا مساله الاخرى، احنا طبعا مثل ما تعرفون يعني صار التصميم تكون واضح من دراسه الفول جير والهيلكل جير، اصبحت هذه سهله، البقيه كلها عباره عن تحوير للمعادلات لا اكثر ولا اقل. عندنا بير اوف 20 ديجري بريشر انجل بيبل جير، الان 1 30 والان 2 60، هذا موديول اوف 8.5 ملم اتي اوتسايد دايمتر ديتيرمين ذا باور كاباسيتي اوف ذا بير. من نقول determine the power capacity of the pair يعني شنو معناته؟ معناه راح نشيك الاف بيندينج ونشيك الاف دبليو ونشوف منو الاقل، الاف بيندينج لو الاف دبليو، وناخذ الاقل وعلى ضوءها راح نحسب شنو، راح نحسب الاف تانجنشال، لانه الباور ترانسميتنج كاباسيتي مال هذا البير مال جيرز اللي الان 1 مالته هو 30 والان 2 مالته هو 60، زين راح يكون عندنا هو عبارة عن الـ F tangential multiplied by V. الـ V هي عبارة عن الـ pitch line velocity. زين؟ هي عبارة عن الـ pitch line velocity. ماشي يعني؟ فهنا من دا يقول لك using Lewis and Buckingham equation، أنا طبعاً ما راح أقول لك إياها. using Buckingham و Lewis equation. مباشرة من يقول لك determine the power capacity of the pair بدون ما يحدد لك. زين؟ أنت المفروض تروح تشيك strength وتروح تشيك الوير وتشوف منو الأقل، الاف بيندينج أو الاف دبليو، ومن عدها تروح تطلع شنو، تروح تطلع الاف تانجنشال عن طريق المقارنة ويا من ويا الاف دي، عن طريق المقارنة ويا الاف دي اللي هي عبارة عن الدايناميك فورس، وبعدين تروح تضربها في الفي، لأنه البينيون بالحقيقة دا يدور بسرعة مقدارها 720 RPM 720 RPM. The gears are made of SAEL 440 and hardened to about 200 Brinell hardness number. 200 يعني كل المعلومات اللي تستخدمها في حالة انه الـ F bending والـ FW راح تكون عندك موجودة، تكون عندك موجودة. كل ما في الأمر تروح تحسب الـ F bending وتحسب الـ FW وتشوف ايش قد عندك من الأقل، زين، وتحسب من عند الـ يعني الـ power to be transmitted by these gears. Okay? By this set of gear. نشوف الـ F bending. طبعاً هنا لا تنسى إنه الوحدات مالتنا هي بالمتريك سيستم، فلازم تستخدم الموديول، العلاقة مع الموديول لا تنساها. ثانياً و virtual number of piece موجود عندك. فهنا استخدمنا الـ MP over cosine alpha P لأنه راح نقدر نطلع قيمة الـ alpha P هذه. Okay؟ يعني سنوعنا بالأخذ بالفورمولا الأولى بالنسبة للمثال الأول، هاي الفورمولا الثانية بالنسبة للمثال الثاني. أيضا 90 ناقصا الألفا بي هو عبارة عن الألفا جير، الـ N dash of pinion راح يطلع عندك، زين، تروح تطلع عند الـ Y، تروح تحسب إيش قد مقدار الـ F B وتشوف إيش قد مقدار الـ F W. لاحظ الـ F W 0.75 D of الدي مال بينيون، طبعا احنا ناخذها في الدي الفيس ويث في الكي في الكيو داش. شوف الكيو داش هي عباره عن 2 ان داش اوف جير اللي عباره عن فيرتشوال نمبر اوف تيث مال جير، على الان داش اوف بينيون اللي هو عباره عن فيرتشوال نمبر اوف تيث مال بينيون، وكذلك الحال هذه عباره عن فيرتشوال نمبر اوف تيث مال الجير. ولذلك لازم تستخدمهن، تحسبهن اثنيناتهن، اوكي، وتجي تستخدمهن هنا بهذه المعادله، وعندك المتبقي انه الدايمتر مال البينيون هو عباره عن الام في الان اوف بي، زين،
راح يطلع لك ايش قد مقداره الكي، تروح تختاره من الجدول تطلع قيمه الاف دبليو. الدايناميك لود بالحقيقه هنا تو كالكوليت دايناميك لود لازم تطلع شنو عندنا، تستخدم الار افريج، تستخدم الار افريج. الار افريج هذا هو عباره عن الار افريج اللي هو عباره عن الار بينيون ناقصا كذا بي اوفر 2 ساين. احنا هناك منطين الافريج دايمتر فلذلك قسمناه على 2 راح يطلع لنا 36.85 ملم. لما تقسمه على 1000 يطلع لك هذا المقدار، وراح تحسب ايش قد مقدار الـ هذا بالمتر بير سكند تضربه في 3.3 بالعشرة في 60 حتى تحول الى فوت بير مينت، وراح يطلع لك بحدود 537.4 فوت بير مينت. على ضوءها انت راح تختار هاي العلاقه. احنا مو عندنا ثلاث علاقات وبها رينجات مؤثره، هاي تقع ضمن الرينج اللي ينطيك هاي المعادله. اوكي، اذا هذه هي عندنا شو اسمه المعادله مالتنا، وهذا راح يعطيك 1.89 في الاف تانجنشال. وراح نشوف نقارن انه اف دي واف دبليو من الاصغر، والاصغر راح تكون اف دبليو راح ناخذها ونطلع من عندها الاف تانجنشال، والاف تانجنشال نضربها في الفيلوسيتي حتى نطلع الباور. يعني صار مساله تقليديه سواء كان بالستور جير او البيبل جير او الهيليكال جير، زين راح يكون هو هذا عباره عن البروسيجر. لحد هنا